هل قول الجمعة مباركة فيها شيء؟ جزيتم خير يا شيخ. سؤاله الثاني عن حكم قولي جمعة مباركة. جمعة مباركة هو نوع من التحايا التي يتحايا بها الناس، بالتأكيد أنه في يوم الجمعة، لن يقول جمعة مباركة في يوم السبت لأنه في يوم الجمعة، وهو يتضمن دعاء بأن تكون هذه الجمعة مباركة بما فيها من صالحات، من إقامة الصلاة وذكر الله والمسابقة إليه والمسارعة له، واغتنام الساعة المباركة التي لا يوافقها عبد مسلم إلا فاز بها. فالذي يظهر لي أن هذا لا بأس به، ليس سنة بالتأكيد، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولو تركه الإنسان لأنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فهو أقرب للسنة، لكن لا يقال إن هذا بدعة، إذ البدعة هو فعل ما يتقرب به الإنسان إلى الله عز وجل بذاته، والناس يتقربون إلى الله بهذا. يعني ما في فيما يظهر لي أنه لا يتقرب إلى الله بالدعاء بقول جمعة مباركة، إنما يقولها على وجه الاعتياد والتحية وسؤال الخير لغيره، فلا حرج في هذا، والله أعلم. الحمد لله، أحسن الله إليك.